لازم نتصور بقى. هسيبني بقى شويه لو سمحت، من نفسي بقى يا عم. ابويا امشي من هنا، انت خلاص بقى انت فكرت نفسك مشهور ولا ايه؟ ازيك شباب، معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمر. عشان نلعب لعبه حياه اليوتيوبر، والنهارده باذن الله هيبقى هدفنا اللي احنا نوصل ل 20,000 مشترك. فما تنسناش بقى باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده 8,000 لايك، لان اللعبه شكلها عمل التحديث ومكتوب يوتيوبرز لايف. او ماي جاد يا الهي، فخلينا نعمل استكمال ونشوف اللعبه اتغيرت من جوه بقى شكلها عامل ازاي يا شباب. ايه ده، في حاجات اختلفت هنا. كان هنا المفروض الكويستات نقلوها الناحيه الثانيه، الشخصيات بتاعتي زي ما هي، والمشاهدات اخيرا بقوا بينوا شكل اللعبه واللايكات. ايوه كده، اللعبه شكلها اتغير خالص، بقى شكلها احلى بكتير. دلوقتي المشتركين تحت، المشتركين تحت دلوقتي احنا عندنا حوالي 13,810 مشترك. باذن الله هدفنا احنا نوصلهم ل 20,000 النهارده، ودلوقتي معايا حوالي 421 كاش لغايه دلوقتي، المبلغ كويس، وعندنا مشاهدات حوالي 163,000. فان شاء الله نحقق هدفنا الاولاني، احنا اول حاجه نوصل ل 20,000. دلوقتي النوم بتاعنا فين؟ السرير هنا والاكل. يا شباب ايه ده؟ ايه الكعبانه اللي انا فيها دي؟ خش نام بسرعه. كويس، عايزين في واحد عمل ديسلايك ليه يا عم؟ انا عملت لك ايه؟ خان ايه ده؟ خلاص كده؟ والله سريعه سريعه. طب خليه يروح يشتغل كده في السريع. عايزين نروح نعمل بس شويه، ممكن ناخد هنا حوالي 50 بس. ده ما شفتش هيشتغل قد ايه؟ مشكله، عايزين نحافظ على الوقت عشان بعد كده عايزين نعمل فيديوهات ونعمل حاجات كويسة عشان نقدر نظبط القناة بتاعتنا، فيا رب ينجز شوية. احنا ممكن نعمل تسريع، لا الساعة بتجري سريعة سريعة. يلا عشان ناخد بس ال 50 كاش ونوصل، يبقى معانا حوالي 400، لا عايزين نوصل ل 500 كاش. خلينا نشوف وصلنا لكام. 471. شغالين ماشي. وبعد كده عايزين فين النوم؟ عايزين ننام أول حاجة شوية. خلصنا التحدي. طب ممتاز، احنا خلصنا التحدي. صديقنا الصدوق أهو جه. خليني بس انام شويه، وبعد كده عايزين مكان التلاجه كله موجود زي ما هو. خليني اكل كده، احنا عندنا اكل. يا جدعان عمال نخلص في الكويستات. ممكن نشرب ميه، عايزين ناكل سندوتش كده في السريع، وعايزين نخش الشوب نشتري لنا شويه اكل عشان نتغذى كده، عشان ما عندناش بس غير عيش، احنا بناكل العيش حاف. لا يا عم، خليني اخش هنا، وبعد كده عايزين نشتري اكل من على الكمبيوتر، نقعد سريع سريع، يعني معانا فلوس كويسه. ممكن نشتري واحد فول كويس، ونجيب واحد حاجة سام، وبعد كده عايزين نجيب واحد سوشي وبيتزا وهامبرجر، وناخد كمان هوت دوغ. لا هناخد مشروب الطاقة. ممتاز كده، احنا جبنا حاجات كويسة. فين خصم مني ولا لا؟ خصم مني يا جدعان، احنا مفيش راينا، كان مفيش على طول بيخصم كده. المفروض التلاجة اتملت بس لسه الكرش ما اتملاش. لازم نروح نملك كرشنا دلوقتي. فخليني اكل مثلا دي بس، مش عارف ليه ببص لتحت، الواحد متعود على الاكل موجود تحت. تمام كده اكلنا، ظبطنا. ناخد كمان، عايزك بقى تظبط ده عشان عايزين نعمل فيديو اسطوري. ويا جدعان ده بيزود لنا النوم كمان، والله كويس. انا فكرت بيزود الاكل. طب ناكل البيتزايه 100 100. انا عايز المقطع ده باذن الله ننزله مليون مليون مشاهده. دلوقتي احنا وصلنا ل 15,000، والله كويس. خلينا اخش هنا سريع سريع ونعمل جيم جديده. خلينا نشوف اللعبه لسه ترند ولا لا. يا جدعان دي ترند بغباء. اللي اسمها كلان وورز. ماشي هندوس اوكي ونعمل استكمال، وبعد كده ايه؟ شوف البتاع بقت عامله بصراحه، بقت منظمه، بقت احسن كتير. ندوس اوكي وهنسميه هنا لحظه واحده زائد 99.7. ندوس اوكي نكست. بس كده سمينا اسم الفيديو، هنعمل بلاي، وبعد كده هنعمل اول فيديو لينا بعد ما ظبطنا الاكل بتاعنا وكل حاجاتنا. ويا جدعان شوفوا البتاع بقى عامل ازاي، بقى مختلف. اهلا وسهلا. كويس، عملنا اول جزئيه في الفيديو. بعد كده بيقول لك ممكن تختار جيم. انتوا هنعمل شباب الانترو بتاعتنا، ممكن نبين لهم ان احنا ناس محترفه. وبعد كده احنا جبنا اللوتات كلها، ممكن نختار ايه؟ ممكن نختار دي ولا نختار دي؟ خلينا نشوف مثلا. كويس نختار دي، يا رب المقطع ده يظبط. يا سلام ظبط ده كمان. وبعد كده عندنا ايه تاني ممكن نختاره من هنا؟ بعد كده هنجيب الخلاصه بتاعت الفيديو، فهنقول احنا متعصبين ولا خلينا نختار دي لان احنا محتاجينها. ممتاز كده لغايه دلوقتي المقطع 100 100، شكله هيظبط معانا جامد. طبعا بشوف الحاجات اللي ناقصه هنا فوق علشان باذن الله اكملها. بيقول لك اللي انت شفت ايتم ما كانتش موجوده، ممكن نختار مثلا، فخلينا احسن اختار دي. كويس، بديها امبوسه. لان الواحد لقى حاجه مش موجوده في اللعبه، بقى كان باي باي. الجهاز هيخرب، يخرب بيتك، اصبر نعمل الرندره بعد كده اخرب براحتك.
والله حرام صوته يا جدعان بيضرب في ودني. استنى يا عم ابوس ايدك. خلص يا عم الفيديو ما حبكش دلوقتي يعني لما نيجي نعمل حاجه صح هتخرب علينا. ده لو خرب ربنا يستر نظبط ده وده وبعد كده عايزين ننجز يا رب سريع سريع ونرندر كده. لا 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 كنسل كنسل. ايوه عايزين نزود ده ده كويس شكل الجهاز هيفرع مننا ربنا يستر. يلا رند سريع سريع يا رب. ايوه الحمد لله. مش مصدق مش مصدق. ارفع الفيديو ابلود. ايوه بخش على التصليح يا زعيم. اه كويس نبدا نعمل التصليح وصديقنا الصدوق لسه واقف. يا ابني امشي يا ابني ابعد عني يا ابني. خلينا نكلم معاه ونشوفه عايز ايه. والله ده ماشى. خلينا ناخد كورسات على السريع. انا بصراحه عايز اطور من نفسي شويه ان انا اصلح الكمبيوتر. بيقول لك لمده 120. طب يا عم اخش يا عم نتعلم احسن. احنا معانا ال 120 بس دلوقتي معايا حوالي 181 والفيديو دلوقتي لسه بيتعمل له رند وبعد كده باذن الله هيتحط على اليوتيوب. الحمد لله الفيديو بتاعنا خلاص ناقص له حاجه صغيره ويتحط. الحمد لله كده اتحط. شوفوا المشاهدات يا سلام على المشاهدات واغلبيه الناس مبسوطه. طبعا شباب اليوتيوب بيعلمنا الصبر والالتزام لان احنا مش من اول مره على طول بنقدر نجيب مشتركين بنقدر نجيب مشاهدات وفي نفس الوقت بيعلمنا المونتاج وبيعلمنا حاجات خرافيه. فاحنا الحمد لله انجزنا الحاجات دي كلها وكمان بناخد كورس علشان نقدر نصلح الكمبيوتر بتاعنا. يبقى هنبقى مهندسين كمبيوترات هنبقى كمان محترفين في المونتاج ونقدر كمان نصور فيديوهات ومحترفين كمان في الالعاب يعني في كل حاجه بيخليك خبره في كل حاجه. وجاب لغايه دلوقتي الفيديو حوالي 5000 مشاهده ونص حاجات بسيطه خالص. والكورس بتاعنا بتاع الكمبيوتر ده يخلص يبقى انا كده وفرت السعر ال 20 كاش اللي بدفعه كل شويه للراجل اللي بيجي يصلح لي الكمبيوتر. والله كده 100 100. يلا 99 يا سلام خلصنا الكورس خلصنا الكورس شباب كده 100 100 ندوس اوكي. بس هو هيكون الكورس ده بتاع المونتاج هزعل كتير. انا عايز بتاع التصليح بتاع الكمبيوترات. خلينا نشوف رد فعل الناس. احنا ما نقدرش نشوف التعليقات. نقدر نشوف لحظه واحده هيقعد ممكن يجيب زي مشرف. اه ده بيرد. طب حلو قوي. اه يا شباب بيرد على الناس يا سلام. طب 100 100 دي هتظبطنا جامد. بيرد طبعا على التعليقات بتاعت الناس وممكن بعد كده نعمل للفيديو اعلان ممول بكام؟ ب 45. انا بصراحه الفلوس بتاعتي بدات تخلص فانا عايز اهتم جدا بالفلوس وعايز اخش انام. بس كويس احنا ردينا على التعليقات 100 100. خليني بعد كده اخش انام كده سريع سريع النوم بتاعنا ناقص كتير. وبعد كده عايزين ناكل نروح نشتغل. شايفين التعليقات في واحده شكلها زعلانه. اخ شكلها الكاميرا بتاعتها مش عجبانا. عايزين باذن الله نطور من الكاميرا بتاعتنا. ماشي ان شاء الله في المستقبل نطور الكاميرا بتاعتنا. ويا ابني انت ما فيش غيرني في البيت ولا ما تمشي يا ابني سيبني. ها بيقول لك على اللعبه اللي اسمها كلان وور. فرحان عمره شفت واحد صاحبك اول ما يخش كده على البيت على البلاي ستيشن. ولا حتى يسلم عليك ولا يعبرك. خلينا ناكل كده في السريع. ناكل لنا مثلا واحد دم ممتاز. ولازم اروح اشتغل لان انا بصراحه الفلوس بدات تقل معايا. عايزين نشوف اعلى حاجه. هنشتغل 12 ساعه. ماشي نشتغل 12 ساعه ونرجع ننام شويه وبعد كده ان شاء الله هنروح نعمل فيديو جديد. ايه ده هيديني 150 عشان اشتري تليفون؟ حاجه غريبه. خلينا نروح بس للشغل الاول. والله الفيديو ماشي 100 100. شوف جاب كام. جاب لايكات محترمه. اوه كمان زود لنا الدخل بتاعنا. حولوا اخيرا كل حاجه اتحولت اوتوماتيكي اوتوماتيكي. اوه يا شباب وخلصنا كمان مهمات اللي هي موجوده هنا انجزناها. وبعد كده بيقول لك نجيب لعبه جديده عشان نخلص الكويستا دي. وطبعا بيقول لك اعلى مشاهدات 10000. المفروض الكويستا دي انجزناها صح ولا هو قصده من اول فيديو بس مش متاكد منها. بس هناخد اكس بي محترم. طب خليني مثلا اقعد هنا اخش انام الاول. زي ما قلت لكم انا جيت قعدت 12 ساعه شغال فكتر خيري. فننام هنا سريع سريع. دلوقتي احنا عايزين نشتري لعبه جديده علشان باذن الله نقدر يا جدعان نخلص الكويستا اللي هنا عشان ناخد الاكس بي اللي موجود. فخلينا اخش كده سريع سريع ونجيب اللعبه. فهنخش هنا في امازون وبعد كده نشوف لعبه ترند. في لعب جديده ترند بس عايزين نشوف اللعبه بتاعتنا لسه موجوده. لسه موجوده موجوده في الترند ومظبطه الوضع بتاعها. ممكن نشوف لعبه مثلا 3 نجوم. دي 4 نجوم باللي احنا جايبينها. طب انا عايز اشوف مثلا ممكن نجيب انه واحده. ممكن نجيب دي. ماشي ممكن نجيب دي سعرها كويس وموجوده في الترند واحنا كده المفروض اشتريناها. المفروض كده اشتريناها رغم انا ما دوستش على اي حاجه بيستقبل. بس بيقول لك اللعبه جايه في السكه. ماشي قبل ما اللعبه ما تيجي احنا ممكن ننام على السريع. عندنا دلوقتي دعوه الحفله وانا ما عنديش ولا هدوم يا جدعان. هو نفس الطقم مغروش ولا ايه؟ لحظه انا مش جايب غير الكوتي بس ده. ما عنديش غير الكوتي الصغنن ده. عندنا ايه تاني ممكن نلبسهم؟ ما عندناش اي حاجه. خلاص هنروح باذن الله الطقم ده. هنروح الايفنت او البارتي. ماشي
والحمد لله الموضوع بتاعنا مظبوط، ودلوقتي عندنا حوالي 15,000 مشترك. في حاجة مهمة عايز اقولها لكم، اللي احنا عايزين نشتري تليفون جديد، بس خلينا نتحمس شوية في الحفلة. ايوة اديله. وانا رحت فين؟ انا قاعد هنا يا عم، خش ارغي يا عم. هنتكلم على الكورسات يا عم، انا عايز ارقص يا عم. كورسات يا عم، انت مجنون يا عم. دي المفروض احنا ما نعرفهاش، نرغي. والله مبسوط، تمام، بنعمل علاقات دلوقتي. ديلو هو فورتنايت وفي جي تي اي وفي لعبة حياة اليوتيوبر. ارحمونا راسي بقى، سنة 2018 سنة الراس. كويس، خلينا نكلمها تاني. خلينا نكلمها على ده، مش عارف ده بتاع ايه. اوكي مبسوطة. طبعا انا وصلتها 100%، ممكن بعد كده نبقى اصدقاء ولا ايه؟ خلينا نشوف. الغلطة هي مبسوطة. بلا 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 بلا. ايوه كله في الفنكوش، ناس حاجة صغنونة. هو يا جدعان ده احنا ممكن نرتبط كمان. انت بتهزر؟ اوه تعصب. انا اسف، قلت لي انا اسف، كنت عايز ارتبط. طب استنى، ممكن نكلمها على المبسوطة تاني نوصلها 100%. ممكن لما نوصلها 100% نبدأ نرتبط. قاعد قاعد. مبسوطة. ويا جدعان وصلت مرحلة جديدة. ممكن نخرج كمان. طب لحظة واحدة، خليني احمسها شوية، اكلمها عن الديزاينات وكده. واتعصبت. لا انا مش عايز اقللها، عايز اودها. طب خليني مثلا اتكلم عن الموسيقى، اعتقد الموسيقى دي هتظبطها. يا جدعان برضه ما بتحبش الموسيقى. خلاص نسيبها شكلها دي فقرية. هو ده بتاع الدي جي. لسه قدامنا حوالي دقيقتين وده البودي جارد. يا سلام، قاعد رايق والله، انت شغال مع الموسيقى. يلا ممكن نرقص. يا رقص الجنجل. يا سلام، ايه اللي انتوا بتعملوه لنفسكم ده؟ بس حلو والله. اديله. ايوه كده، فك عن نفسنا شويه يا عم عشان نبدا نتابع بقناه اليوتيوب بتاعتنا وتنجح نوصل للعالميه باذن الله. يلا احنا كمان اديله. وصلنا. يا سلام رايقين والله. ممكن نتكلم عن العاب. اكيد هتضربني صح؟ جيمنج. الله يخرب بيتك اللي انت بتقوله ده، مش عايزه. طب ممكن نتكلم عن اليخت. واحدة هنا، خلينا اكلمها. والله مبسوطة. كويس ماشي يا روز. ايوه كده، المهم اللي احنا استمتعنا النهاردة ورقصنا لحد ما قلنا بس خلينا برجع بقى للبيت لان انا مهدود بصراحة. سلام، خلينا نرجع مرة تانية. ايوه كده نركز. يا عم خلاص، ايه ده بقى شوية. خلينا في المهم، الكاميرا جايبة 10 ديسلايك. الله يخرب بيتك. نسيتوني يا جدعان، كنت عايز اجيب التليفون. كويس، خش سريع لان عندنا في كويست هنا بيقول لك المفروض تجيب تليفون علشان تزود عدد السبسكرايب بتوعك المشتركين. فاحنا هنخش المفروض، وقال لي في انه مكان، هو المفروض المكان ده. بعد كده نخش على التليفونات. طبعا عندنا تليفون قديم جدي، استنى اوريه لكم الاول. اتفرجوا على الحماس، شوف نوكيا 500 321. تليفون الاثر الحجري ده. فخلينا نخش على الشوب سريع سريع، وبعد كده عايزين نخش هنا ونجيب التليفون بتاعنا. ندوس هنا اوكي. كويس، وهنشتري ده ب 150. خساره فيك السعر، بس طالما هتزود لنا مشتركين يبقى قشطه. كويس اشتريناه، مش عارف انا ايه لازمته، بس اتاخد منها ب 150. دلوقتي بيقول لك اهلا وسهلا، وجالي دعوه الايفنت ومحتاجين مساعدين. دوس اوكي، بس اكيد دي مش نصبايا، مش هيدونا فلوس بس هناخد اكس بي. دوس اوكي، نقبل الدعوه وخلينا عارفين نشوف كده التليفون بتاعنا عامل ازاي، ونشوف كده النوتيفيكيشن اللي جات لنا، التنبيهات، مفيش اي حاجه. طب خلينا نقفل ده في السريع ونشوف احنا النوم بتاعنا كله مظبوط. خلينا نفتح الصندوق ده، جالنا ايه؟ يا جدعان جالنا التليفون، وكاتب لي هنا انا المفروض بقى نصور حاجات ونعمل فلوجات، والمفروض نرفع فيديو واحد في اليوم، ولو ما رفعناش المشتركين هيبدأ يتعصبوا او المتابعين، فاحنا لازم نتم بالموضوع ده. وده حقيقه يا شباب، لازم تنزل كل يوم فيديو علشان قناتك تقدر تكبر بسرعه وتركز على المحتوى اللي هو بيكون ترند. بيقول لك ما اعرفش ايه لك ده كله يا عم. كويس، احنا كده اشترينا التليفون وهنقدر نستخدمه دلوقتي. بس دلوقتي نقدر ندخل على التليفون ونقدر نخش على الاصدقاء. هو بيقول لي حاول تخش على مواقع التواصل. هي المفروض دي مواقع التواصل العصفوره دي. ايه المنظر ده؟ زي كده عملنا فيسبوك يا جدعان. يا سلام، خلينا نشوف. طيب عندنا هنا، او خلينا نجرب نبعت الرساله دي، نجرب حظنا، نعمل تويتايه كده على السريع. ربنا يستر، ممكن اولع الدنيا بالتويتايه دي. كويس، العصفوره بالصوصه اهي كده. تمام، عملنا التويته، عايزين بقى نعمل فيديو.
احنا بقالنا فتره مريحين بصراحه، ربنا يستر علينا. واخيرا بعد ما داني طلعت جنة ايفنت الاول مره ورحنا دلوقتي نحضرها وسامعين بتقول ايه ده اللي بيحصل في الايفنت. تمام، طبعا الايفنت ده هتدينا سكور، وزي ما انتم شايفين انا قاعد هنا. طبعا اللعبه هتنزل يوم 10 سبتمبر وهتكلف حوالي 60 كاش. بقول لك لو انت عايزها ببلاش، طب كويس احنا ممكن ناخدها من الايفنت دي ببلاش. والله خلينا استمعك رغم انا مش فاهم اي حاجه. سقفه كبيره يا سقفه كبيره، لازم نسقف. تمام كويس، انا كده 100 100. لازم ارجع بقى دلوقتي لان بقالي كم مره ما رفعتش فيديوهات. او كمان عندنا في هنا حفله تانية ولا ايه؟ هو المكان ده ممكن اتعرف على ناس. طب خلينا مثلا ممكن نصور معاهم مقابله. طب خلينا مثلا نشوف البنت دي ونصور معاها مقابله. دي زي كانها فلوج. تمام نصور برضه فلوج نستفيد بيها عشان اول ما اروح البيت نرفع الفيديو. خلينا مثلا هنا هنزود، احنا محتاجين صوت ومحتاجين كتابه. فخلينا عندنا الكتابه بتبقى سهله شويه بس الصوت بيبقى صعب، فناخد هنا الصوت. تمام خدنا صوت واحد بس بنفسجي، فخلينا نشوف محتاجين ايه بالظبط. مفيش ولا حاجه بنفسجي بس انا بصراحه عايز اركز على الصوت، فخلينا نجرب هنا نجيب الصوت. تمام شكله الفلوج ده هيبقى بايظ بس عايزين نلحق بسرعه عشان الوقت ناقصنا حوالي 5 ثواني 19 ثانية. بيقول لك هنا الميكروفون اللي هو اتطفى مننا، فهنعمل مثلا زي كأننا بنفكر. تمام كويس كده خلصنا كمان التفكير، وبعد كده هنختار ايه تاني. بيقول لك انت المفروض هنا هترد على المفروض اليوتيوب زي كأننا بندي رأينا، فهنخليها نصيحة. لازم تسمعوا الكلام وتنزلوا فيديو كل يوم عشان قناتكم تكبر بسرعة وتركزوا على محتوى واحد بس. ودلوقتي عندنا ايه تاني؟ عندنا في واحد ورا هنا في الخلفية مش عارف بصراحة احط ايه، فخلينا نحط دي بس الصوت عندي متدمر خالص. مفيش غير اتنين. ماشي نجرب نحط واحد هنا. كويس حطينا كمان واحد للصوت والفيديو كده لسه ما خلص، ولا الفلوج ده ما بينتهيش ولا شكله ما لا نهايه؟ شكله ده اخر واحد. ده احنا صورنا فلوج زي الفل. ما انا عامله كده ليه؟ البنت متحمسه. لا باي باي كده الحمد لله خلصنا المقاطع بتاعتنا. الحمد لله انجزنا انجاز مش طبيعي. تمام ارجع البيت طبعا هظبط الحاجات دي وحامل اسمه ده منتج ليها. ويا شباب وصلنا ل 20,000 مشترك، شكرا ليكم. كمان نقدر ناخد صوره هنا بعد اذنك لو سمحت. ايوه ناخد صوره. خلاص احنا لازم نتصور بقى. سيبني بقى شويه لو سمحت من نفسي بقى يا عم. ابو امشي من هنا انت خلاص بقى، انت فكرت نفسك مشهور ولا ايه؟ يا عم سيبني ثواني بس خلينا نجرب تاني صورة أخيرة بس. ماشي هو ممكن البودي جارد ده يتعصب علينا، ما ينفعش ناخد صورة تانية، هي بس واحدة وخلاص. ممكن نتكلم معاه وهي بتتصور. ده هتتعصب. أيوة والله كويس مبسوطة. طب الحمد لله المناقشة كويسة، نتكلمها في اليوتيوب وكده، بنقولها مثلا نقدر نعمل مشاركة ونعمل فيديوهات مع بعضينا. تمام ونعمل تحديات والله البنت مبسوطة. طب خلينا نجرب تاني. ممكن نكلمها على الفلوس نشوف كده ايه النظام. تعالي رايحه فين؟ انا ما صدقت نلاقي في حد نعمل باذن الله ان شاء الله فيديوهات معاه مشتركه. هتمشيني لغايه اخر الطرقه، لازم تعزميني معاك يعني. هنكلمها طبعا على الفلوس، خلينا نشوف ايه رد فعلها. اتضايقت؟ لا خلاص انا اسف. بدات تتعصب انت. معلش يعني انا ماليش في الكلام ده. خلاص انا كده كده لازم ارجع البيت لان بصراحه طولت كتير، فعايزين نرجع علشان باذن الله نقدر نعمل مونتاج ونكمل بقى رفع الفيديوهات، لان بعد كده ممكن المشتركين هيفتكرون احنا مكبرين دماغنا ويبداوا يسيبوا القناه وما يبقاش يدعمونا واحنا اللي هنخسر في الاخر. فاحنا عايزين نهتم بالكلام ده. هو جهازي بيتخرب من ساعتها. يا نهار ايه، اجري بسرعه، اجري صلح يا عم علشان ما عنديش اي وقت. وهنا عندنا في تارجت اللي هو هدف نوصله اللي هو حوالي 500,000 مشاهده. طبعا ده من ضمن الكويستات، بس في الفيديو اللي احنا عملناه بيجيب مشاهدات كويسه، الناس بتعمل لايك وداخل دلوقتي في 11,000 واحنا دلوقتي عندنا حوالي 20,000. فالمفروض الصح ان احنا نحاول نجيب اكتر من عدد المشتركين. يعني احنا مثلا لو عندنا حوالي 20,000 نحاول نجيب في الفيديو 25 26 او 30,000. معنى كده ان الفيديو ممتاز وبعد كده اليوتيوب خلاه من المقترحات بقى يظهر عند ناس ثانيه، وبالتالي في ناس بدات تخش عندنا اكتر. ممكن نروح نشتغل كده سريع نشوف احسن شغلانه تدينا فلوس. فانا عايز اجري دي سريع. والفيديو لغايه دلوقتي معدي ال 22,000. 23 يا شباب الفيديو ده على فكره ظبط جامد. 25 كده الفيديو ده كده 100 100 منزلين لعبه ترند مركزين عليها مظبطين المونتاج بتاعنا 10 على 10 داخل في ال 30,000. ده هيجيب لنا عدد مشتركين ممتاز وممكن يجيب لنا كمان مشاهدات كويسه،
ممكن نوصل النهارده دلوقتي ممكن نوصل لحوالي 500,000 مشاهده. لا مش 500,000 مشترك، 500,000 مشاهده. وخلينا نشوف التويتات ده اللي عامل لي كل واحد يعمل لي تويت. انا الصراحه دي مش فاهمها قوي، فاتمنى انكم في التعليقات تساعدوني واشوف الرسائل. بصراحه مش ببقى فاهم بالظبط هم محتاجين ايه، زي كانهم بيعملوا هاشتاجات وبيقلصوا عليا. خلينا نشوف الفان هنا، هنا المفروض الناس اللي بتتابعنا، وعندنا كمان هنا في رسائل المفروض دي من شركات، المفروض دي من شركات، ودي رسائل تانية من اليوتيوب او يوتيوبرز زينا، شكله زي اليوتيوبرز اللي زينا. وعندنا ايه تاني؟ مفيش حاجه تانية. ماشي نقفل ونشوف الفيديو كام مشاهده. 32,000 100 100. كان خش ننام سريع كويس، وبعد كده عايزين ناكل اكل كده بالله سريع، وبعد كده ان شاء الله نبدا نعمل لنا فيديو جديد، لان احنا خلاص كده الفيديو ده خلص، فلازم نرفع فيديو تاني عشان نواظب باذن الله في القناه من ضمن النجاح الاستمرار. وهناكل لنا واحده فرخه كده على السريع. يا سلام عصير فراخ ده ولا ايه؟ كويس خلصنا كده، ودلوقتي جبنا حوالي 480,000 مشاهده، فاحنا دلوقتي عايزين نجيب باذن الله ال 500,000، فناقص لنا حوالي 10,000. طبعا اللعبه دي مش ترند، نبيعها ملهاش لازمه. ماشي، وعندنا كمان اللعبه دي ملهاش لازمه نبيعها، هنشتغل بس على دي. هي كويس، عايزين باذن الله نعمل فيديو ممتاز، يا رب يضرب معانا. وطورت كمان الكاميرا، بفكر ان شاء الله في المستقبل اطور الكمبيوتر بتاعي، بس مصاريف بصراحه كتير فعايز اخفها شويه. بس الفيديو ده انا متاكد ان شاء الله هو هيظبط معانا. خلينا نشوف السكور بتاعه كام. جبنا نيو ليفل، تمام نبدا نرفع الفيديو. الفيديو ده باذن الله هيوصلنا للنص مليون مشاهده. يلا يا فيديو، بيتعمل له ابلود، عمال ما يتعمل له ابلود ويترفع، لان عندي النت بطيء. فخلينا نروح نشتغل في السريع، لسه النوم بتاعي مظبوط، الاكل بتاعي مظبوط، كل حاجه 100 100. خلينا نشتغل 12 ساعه. ما ينفعش، ممكن عشان النوم بتاعنا. طب خلينا مثلا نشتغل شغلانه 6 ساعات. ماشي شغلانه 6 ساعات، نروح سريع سريع، اول ما نخلصها باذن الله هيكون الفيديو اتعمل له رندره، وبعد كده اتعمل له ابلود، اللي هو المفروض المونتاج اللي بيخلص طبعا الجهاز بتاعنا عشان قديم وكده، فالحاجه بتطلع بطيء بطيء. دوس اوكي ونبدا هنا نخش ننام اول ما نيجي، وبعد كده عايزين ناكل لنا حاجه على السريع، ناكل لنا فرخه، او مصحى من النوم ياكل كده اكل عشان يرم عظمه. بس اهم حاجه ينام عندي عشان عايزه يركز، عشان بعد كده باذن الله اعمل فيديو جديد. بس لو وصلت لنص مليون هنا انا هوقف النهارده لحد هنا، فهنشوف ان شاء الله نوصل لنص مليون. يلا كل الاكل بتاعك كويس، اكلنا الاكل. في اتنين مش عاجبهم، خلينا نشوف طيب التعليقات، نبدا نظبط التعليقات. المشاهدات ممتازه بدات تتحسن، بس اللايكات شايفين قد ايه؟ لا يا اغلبيه الناس مبسوطه، في واحد عامل ديسلايك. ماشي لا لازم طبعا هتلاقي واحد بيعمل ديسلايك اتنين تلاته، بس لو الفيديو كله ديسلايكات يبقى في حاجه عندك مش مظبوطه، لازم تبدا تظبطها وتشتغل عليها. بس فعلا حياه اليوتيوبر صعبه. مش الولا مش قادر ياخد نفسه، وده كمان مش قادر ياخد نفسه. خلي اليوتيوب شارد حيله علينا هنا. ايوه كويس، بعد كده انا بقول لك تمام، كومنتات كويسه، ناس مبسوطه، بس اهم حاجه عندي بقى المشاهدات. كده احنا جبنا 10,000، احنا كده وصلنا للنص مليون مشاهده، كده احنا المفروض خلصنا الكويستا دي. بس المفروض ده بعد ما يخلص باذن الله هيبدا يظبط لنا الوضع. خلينا بالمره نعمل اعلان ممول كمان للفيديو ده. نعمله بكام؟ ب 140. ماشي يلا بقى نصرف معانا فلوس كويسه نقدر نعمل بيها اعلان ممول. دلوقتي خلينا نروح اشتغل قبل ما يكون الكويستا دي تكون خلصت. نشتغل انا شغلانه ال 60، الشغلانه ال 12 ساعه اللي بتدينا حوالي 60 كاش، المبلغ ده هيكون كويس. خلينا نسرع عشان ننجز الوضع، ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو يخلص، بس ما يخلصش غير على ال 30,000 او ال 40,000 عشان ابقى مبسوط، غير كده حزق. دلوقتي وصل 16,000 كويس، واحنا الحمد لله دلوقتي خلصنا الشغل بتاعنا 100 100. نبدا نخش هنا ننام كده على السريع، وعقبال ما نصحى هيكون ان شاء الله وصلنا للنص مليون ونحتفل النهارده. يلا صديقنا التاني بيكلمنا بيقول لك المفروض هو جاي، تمام خليه يخلص حاجات. بس احنا بنعمل ازاي؟ بيشتغل على الجهاز واحنا احنا عملنا له ابلود خلاص. تمام خليه يقعد براحته، خلينا ناكل اكله كده على السريع، ناكل لنا سندوتش حاجه تكون خفيفه كويس، ناكل ادي واحد تمام. كده خلاص المفروض حاجه تتحسب لنا، جالنا حوالي 18,000. ايه ده؟ جالنا قصدي 18 كاش و475 تعليق، بس مشاهدات قليله. بس الحمد لله خلصنا الكويست، بصراحه ده اهم حاجه عندي. خلينا نشوف. بيقول لك بعد كده الحاجه اللي بعدها هتديك اكس بي، لازم نوصل لحوالي 750,000 مشاهده، بس خلصنا الكويست دي. فطبعا شباب انا هقف لحد هنا، فعجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى منكم تشتركوا معانا في قناه ريستا جداد معانا. ولو عايزين ننزل حلقه ثانيه من حياه اليوتيوبر اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.